أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. نتقدم في البداية بالشكر لتواصلكم واقتراحاتكم وكذلك عن تعليقاتكم البناءة ودعمكم المستمر للقناة، ونرحب بمواضيعكم التي نطرحها للنقاش. حلقة اليوم مثيرة بلا شك عن فضح الفساد المالي وسماسرة الفساد والرشوة وسيل المحاكمات القضائية عن أشخاص اغتنوا بسرقة المال العام. فكما تقول الكاتبة الإسبانية أليسيا هويرتا بأن فضح المفسدين والمرتشين يتم عبر آليتين، عبر القضاء أو عبر اللجوء إلى القضاء، وعبر الكتابة عنهم وعن أساليب احتيالهم. كما لا ننسى دور المثقف في التنبيه إلى حلقات الفساد وعدم التزام الصمت والتفرج. حلقة اليوم نقدمها من خلال حكايتين. الحكاية الأولى: ألن تتوقف جرائم الفساد المالي؟ السلطات المغربية رفعت من وتيرة تحقيقات وأبحاث بخصوص شكايات توصلت بها حول جرائم الفساد المالي، جرائم الفساد المالي، حيث جرى توجيه استدعاءات إلى العديد من المنتخبين في مدن مغربية مختلفة للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم. بمدينة مراكش قرر الوكيل العام للملك بالمدينة متابعة عبد العالي دومو الرئيس السابق لجهة مراكش شنستيفت الحوز والبرلماني الأسبق في حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية. كما قرر وكيل الملك بنفس المدينة الاستماع إلى رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية حول ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 22، والتي كلفت الزيادة من 28 مليار سنتيم. كما جرت من طبيعة الحال إدانة رئيس تنانت السابق بإقليم أزيلال بالحبس 4 سنوات نافذة بعد متابعته بتهمة تتعلق بتبديد المال العام والنصب والتزوير. كما قرر الوكيل العام للملك بمراكش متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله. وبدورها الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بالاستماع إلى محمد مبدع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس بلدية الفقيه بن صالح منذ 1997 بظهور معطيات عن تبديد أموال عمومية في ملف الصرف الصحي والطرق والإنارة وما إلى ذلك، وهناك قضايا معروضة على المحاكم. تعليقنا هادشي راه بزاف، تعليقنا هادشي راه بزاف، هادشي يدمي القلب ويوقف كل عجلة للتنمية. للإشارة أن نهب المال العام والفساد يشكل 5% من الناتج
الداخلي الخام للدولة المغربية. 5% من الناتج الداخلي الخام للدولة المغربية، وهو من طبيعة الحال هذا المبلغ الكبير باستطاعته أن يوظف جيوشا من العاطلين ويستر جحافل الفقراء ويملأ صندوق مرضى السرطان وأكثر من ذلك. ولكن الحكاية لا تنتهي هنا. من طبيعة الحال الحكاية لن تنتهي هنا، تقودنا إلى الحكاية الثانية، ما مصير الجبناء وسرقة المال العام. دور المثقف في جميع البلدان أن ينبه ويدق الأجراس بقوة، أن ينبه إلى المخاطر ويدق الأجراس بقوة. ذاك هو حال الروائية الإسبانية أليسيا هويرتا في روايتها من الأفضل عدم معرفته، أو من الأحسن عدم معرفته. قصة مليئة عن الفساد المالي والسياسي والمصرفي، تنقل القارئ للتعرف عن حجم الفساد الكبير الذي ينخر المؤسسات وما يعتمل داخلها من رشوة وفساد وجنس وزبونية واستغلال. هي رواية بامتياز عن الرشوة والفساد السياسي والثقافي والنفاق الاجتماعي كما يقع في المغرب وبلدان عربية بصيغة مختلفة ومتشابهة بين هناك وهنا. الكاتبة أليسيا هويرتا محامية وصحفية وكاتبة من مواليد مدريد، تتحدث دون قيود في أي موضوع، تتحدث من طبيعة الحال عن الفساد والمفسدين وعن اللاجئين وعن المرتشين وعن الاتجار بالبشر وبالأعضاء مع الحقيقة الماثلة أمامها. شغلت سابقا في بنك لكاخا دي مدريد، وهي تجربة يعني غنية وسابقة أعطتها التجربة الكافية والتشعبات المختلفة في للغوص في كتابة رواية رابعة تركز فيها عن الفساد السياسي والمالي، رواية من الأفضل عدم معرفته. تغوص في ثنايا المكاتب أو في ثنايا مكاتب المحامين، وتصف بيئة معتمة ومظلمة حيث يتطلب تحرك الأعمى آخذا بالكذب نحو الأمام كما يقال. بطلة الرواية باولا فوينتيس تسافر عبر مداخل ومخارج القانون كما لو أنها تسافر في متاهة مليئة بالضلال والظلام، وهي محامية كما الكاتبة في مؤسسة مالية ينخر فيها الفساد ويحقق فيها المدعي العام بمكافحة هذا الفساد. بالنسبة للمؤلفة أليسيا هويرتا فإن الماضي شرط للحاضر، وهذا ينعكس على شخصيتها. تقول الكاتبة عندما تتجلى حقائق الشخص هناك خطر من اكتشاف أشياء عن الحاضر والمستقبل معا. هذه واحدة من الأفكار الأساسية والمركزية التي تعمل عليها الكاتبة في بناء شخصيتها، وهكذا تواجه بطلتها الماضي والحاضر
الذي ينقلها عبر التاريخ. للكاتبة أربع روايات، وهي أوهام الاضطهاد سنة 2011، وأشياء تقع وأنت لا تراها، والأشياء التي يجب أن ألا تنطقها سنة 2013، ثم روايتها الأخيرة من الأفضل عدم معرفته. في المقطع الأخير من الرواية تقول بطلة الرواية باولا فوينتيس بلغة جميلة تحمل الكثير من المعاني والدلالات العميقة: مصير الجبناء. مصير الجبناء هو العودة إلى المكان الذي قاموا فيه بكل شيء حتى لا يكون. إنها نوايا البطلة عما يحدث حينما تقودك رغباتك وإرادتك دون معرفة ذلك، وكذلك يعني عن دور المثقفين بأن يدقوا الأجراس بقوة. ولكن السؤال الكبير: ما هو مصير ناهب المال العام والمفسدين والمرتشين والجبناء في المغرب كما تسميهم الكاتبة؟ ذاك هو السؤال، وتلك أحوال الفاسدين وأحوال البلاد. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، بأمل يتجدد. كان معكم عبد الله الساورة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.